راه السي ابراهيم عطيتني هذا السؤال على اساس انه يجيب اضافه ولا هو الحزب بذاته، هو الحزب بذاته عاد راه مسكين ما لحقش كما ينبغي في راه يمشي دي بارتي كما بزاف الناس كما حنا يا سيدي يا خويا نهنئوه بهذه المناسبه ونقولوا له رانا هنا معاك ما نقولكش اذهب انت وربك فقاتلا وها نحن قاعدون رانا معاك رانا معاك بالشيء اللي كاين الصحة راه كي والو سي ابراهيم بصح رانا معاك ان شاء الله للنهوض بسيدي العباس في الميدان الحزبي ماشي قضيه نتاع كذا يخصها بزاف الحزب الحزب ماشي غير ماشي غير مقسمه مراضيين وكذا الحزب سي دون لو كادر دو لومبلوا الشباب اللي راه يشوفني سي 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 بوكو من اجلك يا من اجلك يا وطني جيش التحرير وجبهته كان ضوئين بداجينا قال في البدء كرامتنا والشعب حاج جبار ابراهيم نرحب بك في على اجواء وستنفو وبسيدي سي جبار اليوم رانا في الضيافه تاعك وانت كمنبرك لك على رئاسه المحافظه تاع الحزب جبهه التحرير اولا او سؤال نطرح عليك سي جبار البرنامج اللي جيت به صدي والشيء اللي لقيته في الحزب وخليك انت تكلمنا بعد تفضل بسم الله الرحمن الرحيم اولا اتوجه بالشكر الجزيل الى الاخ الامين العام لحزب جبهه التحرير الوطني الذي كلفني برئاسه لجنه محافظه سيدي العباس خلال هذه الفتره وطبعا انتم تعرفوا على ان ماشي غير في ولايه بلعباس في كثير من الولايات مطروحة مشاكل نظامية كثيرة تتطلب منا يعني أخذ جميع الإجراءات يعني تحسين الوضع النظامي للمحافظات. فالبرنامج ليس برنامجي فهو برنامج الأخ الأمين العام الذي أكد خلال استقباله لنا على أن مهمتنا تتكفل او تكمن في لم شمل المناضلين. من بينها هي لم شمل ابناء حزب جبهه التحرير الوطني سواء المغضوب عنهم سواء المقصيين سواء المهمشين كل هؤلاء لابد انهم يرجعوا لحزبهم لانهم ابناء حزب جبهه التحرير الوطني. وهذا يتطلب منا على اننا نحل الباب للجميع دون إقصاء أو تهميش لكل المناضلين اللي كانوا في حزب جبهة التحرير الوطني. في صفات مؤقتة غير غير نموذج تاع نخبة لأن حتى من الناحية القانونية لازمنا نعتبروا باش ما يعرفش قال لنا هذا وليون قالوا في صفات انتقالية وفي انتظار الانتخابات وكذا كذا تاع الحصانات أو فلان وفلان وفلان مكلفا تسير القسم الفلاني. يعني يكون عندها محضر محدود ومبلع ما عنده وين يروح ولا وين كاين غير واحد وحده يدور وما اثرهم هنا قال لك ما تدورش في روحك يعني هنا بلديه تبارك الله فيها 4000 ولا 5000 قال لك اعطينا والله انتم ما تسالوا قال فلان 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 فيها دوسو كل الامكانيات مش حتى نجيو هنا وقال هذا ولد خال فلان وهذا ولد عم فلان وهذا يعني كل اللي نقولوا دوسو باش الامور هذه تكون صافيه. التنظيم بحكم التقاليد
اللي معروفة مش غير في الميدان الحزبي، ميدان التنظيمي الحزبي حتى اللي قاعد، وده كلمة على أنه بحكم أنه هو من كان وفي نفس الوقت شكرنا على المهمة اللي كان قايم بها، وزاد درت أنا وياه جلسة ثانية باش سلمني الخاتم قصص نتاع حول الخاتم باش تكونوا عارفين مصلحتكم، لأن قال لي عندي بطاقات، قلت له أنا من الناحية القانونية ماشي عليك لا بطاقة ولا اثنين، لأن البطاقة هذه تم اعتمدها اللي متكلم بالبطاقات، وقال لي الباب مفتوح وقت اللي تحتاجوني راني مسعد، حنا ما كان حتى مانع كي تجمعوا الوثائق نظروا لخونا بالقرآن، قال هذو راهم يقولوا لا عطيهم الخشب، لا عطيهم الخشب. سي وليد سي مين وسي بركان، لا عفوا المنتخبين جد المنتخبين، سي وليد وسي ميم وسي بركان. بالنسبة لابن عباس عندنا سي الأبيض وسي بشار ودا واحد أخر قريبا تبعتنا عليها من الجنة تبعتنا لها سي ميم تفضل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على جميع المرسلين. في البداية أول هذا الاجتماع هو تقريبا أول اجتماع عملي بالنسبة للجنة الانتقالية الجديدة واللي ترأسها رئيس اللجنة السي الجبار إبراهيم. طبعا جدول العمل على اللجنة، وهذا جدول العمل تمحور حول مجموعة من النقاط اللي تهم الحزب، وبالأخص وعلى الخصوص تهم تنظيم الحزب على مستوى محافظة سيدي بلعباس، والنقطة الأساسية اللي كانت في بداية الاجتماع هو أننا كلجنة انتقالية اتفقنا أننا ندير بيان لنثمن به وندعم به قرار السيد الأمين العام في التماسه للسيد الرئيس بالترشح للعمدة الثانية. احنا على مستوى القاعدة والمثل المناضل على مستوى محافظة سيدي بلعباس، احنا في هذه الحالة مثمنين هذا القرار ومدعمينه ومدعمين السيد الأمين العام في كل القرارات التي يتخذها في هذا المجال. وحنا بطبيعة الحال نزيد بدورنا نلتمس من السيد رئيس الجمهورية أن يترشح لعهدة ثانية. على كل السيد جبار إبراهيم جا في ظرف، بطبيعة الحال نقولوا بأن احنا في العباس محافظة العباس مرت بوضعية مهزوزة نسبيا، باعتبار أننا تعيننا مجموعة من المحافظين، يعني بعد السيد محمد البيض وانسحابه ولا اعفائه من مهمة محافظ تعيين السيد. فيما يخص كانت عندنا وضعية وقت الترشيحات للمجالس المحلية، طبعا الترشيحات تمت فيها وعليها، لأن فيها بعض الناس اللي ما كانوش مناضلين وتوجدوا في القوائم، وهذا ثار غضب المناضلين الحقيقيين تاعنا. بعض المناضلين الحقيقيين تاعنا شافوا بان فيه ناس غرباء الحزب وصبحوا مترشحين في قوائم الحزب، وهذا جعل هاد المناضلين تاعنا فيهم بعض المناضلين اللي هاجروا وغادروا الحزب وترشحوا في قوائم اخرى، كان اللي ترشح في قائمة أخرى وكان اللي ترشح في قوائم أحزاب وحدة أخرى. وطبعا هذا والآن في الوقت هذا، الآن هذا سيتم مكمل، الآن راه فيه وضعية استرجاع المناضلين تاعنا اللي فقدناهم في الترشيحات السابقة. الاجتماع اليوم مفاده أن نظموا الأعضاء ونقسموا كل واحد نعطوه المهمة على أساس أن إعادة هيكلة القسمات، يعني القسمات اللي موجودة هي موجودة واللي راها مهمشة نعود نديرو لها إحياء على مستوى
52 بلدية إضافة إلى قسمتي سيدي بلعباس. يعني عندنا 53 قسمة لازم قبل أي استحقاق تكون منضبطة انضباطا رسميا بإذن الله. هذا هو المحتوى تاع الاجتماع اليوم، إضافة إلى تقسيم نوع من اللجان، تقسيم المهام في خصوص بما يخص لجنة المنتخبين، بما يخص مهام المرأة، بما يخص مهام الشباب. يعني هذا إجماليا ما نص عليه اجتماع اليوم. حنا غادي ان شاء الله هنا القسم خاطر غادي نمشي كون كاين مكتب تاع تصميم كون دي فايل. المناضلين ياسرين والشباب ياسر خاصة الأمن العام يأكد على دور الشباب ودور النساء في المكتب، لأن لازم نتوجهوا إلى الشباب لأن هما رجال الغرب ورجال المستقبل. فإذا كنت إذا كان كما قال سي عصام إذا كان الأسباب مقنعة الله يسهل، وإذا كانت تتطلب أنها تعالج باش يرجع وباش يعاود يمارس المهام تاعو أهلا وسهلا. أستنفو طبعا معروفة، وخاصة أنا لما يعني بكل احترام يعني خارج هذا الموضوع نتاع الأفلام، أنا لما ظلمت في 2015 ما ندخلش في الديتاي، يعني أول جريدة اللي وقفت معايا وظهرت الظلم نتاعي وتكلمت حتى مع يعني نشرت الحبرة نتاعي حتى على المستوى الوطني كانت هي واستنفو، ودائما نبقى نحترم واستنفو ونقول تحية لجميع عمالها ولجميع صحفيها. بارك الله في السيسي جبار، نشوفكم مرة قادمة إن شاء الله وبرنامج جديد والله يعاونك بحول الله. السلام عليكم. ايوا جيت اليوم باش نحضر التنصيب تاع الاخ جبار ابراهيم كمحافظ على فلان. هيا ركن السماء في الجزيرة ابراهيم معروف خونا، نعرفه من بكري وصديق وانسان انسان نزيه وانسان في المستوى، والله نزيد على خاطره ثاني مشيت المناظرين تاع بكري والاخر حضرت معاهم شاركت معاهم في هذا اللقاء صافي بليزير. بون زعما تلقيت لي زونسيان كاميرات لي زونسيان ونعرف بلي عنده كفاءة وعنده مستوى وإنسان نزيه، نتمنى له النجاح ونتمنى لكل مناضل في التحرير الوطني.